اللجنة المنظمة مصر 2019 نشرت سكرين شوت من حساب كابتن محمد فضل مدير البطولة، استجاب فيه لطلب من سيدة إن حفيدها يحضر ماتش لمصر وينزل ماسك إيد حد من لاعيبة المنتخب. وقال كابتن فضل إنه تواصل مع السيدة الفاضلة وهيلبي طلبها، وإن الولد هيكون متواجد في ماتش السبت ضد جنوب إفريقيا. طبعا ده مش جديد على كابتن محمد فضل وعلى مواقفه الإنسانية، وإحنا كمان من خلال برنامج 7 في 7 بنطلب بمبادرة وبنطلب طبعا من السادة المسؤولين إنه مش بس يكون ده يوم واحد بس لذوي الاحتياجات الخاصة إن هم يكونوا مشاركين في المباراة، لأ إن شاء الله يكون في المباريات المقبلة وفي الأدوار المقبلة يتم تخصيص مباراة محددة يكون فيها كل الأولاد اللي هيدخلوا مع اللعيبة النجوم في منتخب مصر يكونوا من ذوي الاحتياجات الخاصة.